يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تدبر القرآن المقصود به التفسير؟ وهل يجوز ربط الآيات بواقع الناس ومجتمعاتهم؟ القرآن لا يفسر إلا بالطرق المشروعة، ما يفسر الإنسان بفكره ولا بتصوره، ما يفسره إلا بوجوه التفسير المعتبرة، وهذا مدون في أصول التفسير. التفسير له علم خاص، له أصول مثل أصول الفقه، ما كل يفسر القرآن برأيه، لكن لا مانع أن الإنسان يتدبر ثم إذا تصور شيئا يراجع كتب التفسير هل يطابق أو لا يطابق، المرجع إلى كتب التفسير. نعم.